بسم الله. السلام عليكم. انا خويا من سكان تابريكت. الناس سافدات، انا ما سافتش. مشيت عند القايد تنهضر معاه، قلت علاش انا اترفضت من دون الناس اللي غادي اللي استافدوا، انا ما استافدتش. قال لي يا اختي، انت عندك حانوت، ما عندكش دار، ما عندكش براكه. دابا الا كان هذا تيبان لكم حانوت، هاي الضو طويله عليا. كاع الناس المسؤولين يجوا يشوفوا. الا كان هذا حانوت، انا ما عندي ما غادي ندير. ديت لي 12 شاهد، الناس اللي ساكنين حدايا وداك الشيء، لا اللي حلو ولا اللي بقاو. قال لك حنا شاهدين ليك، حنا نشهدوا ليك بان ما عندكش حانوت، راه عندك سكنه. مني ديت ليه السكنه، قال لي ديها فيما بغيتي. انا انت محسوبه حانوت، ما محسوبه السكنه. ودابا الله يرحم الوالدين، كانوا هاد النداء كنديروا الناس المسؤولين، الله يرحم الوالدين وعيش الملك، ما يضيعونيش. الله يرحم الوالدين، راه عندي 4 ديال الوليدات، انا ما بغيتش نضيع. الله يرحم الوالدين، انا ما بغيتش نضيع، بغيت غير حقي. الا كان هذا حانوت والناس سخروا من عندي وما نسمحش، انا بعدا كنقولها دابا كنصرح بها، ما كنسمحش اللي شرى من عندي وقيده ولا حلوه ديال 10 ريال وما اداش الشهاده، ما كنسمح حتى واحد. هو كلشي كيسمعني، انا ما كنبيعش ونشري. انا واحد المراه خدامه على راسي، كندخل في الليل ونخرج في الليل، ما مدايا حتى في حاجه. حدايا واحد السيده مسكينه مريضه، صافي هي اللي بقات من السكن الاولين، ماشي الاخر كلشي رحل. وهو براسو ساعد القايد، كان انا بعدا انا غير يدي القسم بلا لقاني حال لا بابي، وكنبيع ونشري، وقد القسم وشهد شهد الله اللي كيقول دابا الهضره هذه ما يضيعنيش فيها. انا نرحل، ما نبقاش جالسه هنا. رحل ما نبقاش جالسه. فين هاد البيع والشراء؟ فين؟ رحنا الله اللي عان بينا، رحنا الله اللي عان بينا. راه غير خوف الله يبقى في هاد البلاصه، تقول المغرب الله اكبر. والله هي ما تقدر تدخل، والله ما تقدر تدخل. وبنان تيخاف على وليداتو، تيخاف على بزاف د الحاجات. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. الناس المسؤولين يعاونوا معانا ويوفقوا معانا. وعيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك، عيش الملك. ما لا ولدي بغاو يردموا لي، انا حتى نموت تحت منها، ما نتحيدش من هنا حتى نموت تحت منها. انا قال لي انا ما حيتش من تما، غادي نجربها. قلت له مرحبا سعاده القايد، انا ما رحلاش من هنا من غير تهزيت ميته، ما عنديش فين نمشي. واش بنادم شحال هو هنا وشحال هو جالس، وعاد بنادم يقول لك سيري راه انت حانوت. عيش الملك، عيش الملك. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. الناس اللي تيشوفوا فينا يعطفوا معانا. راه انايا راني تدمرت، ما نكذبش عليك، راه ما بقينا حتى ناكل وما بقينا حتى نشرب وما بقينا حتى حاجه. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. زاديت هنا، انا مزيوده هنا وكابره هنا وعايشه هنا، وهنا باقا هنا، حيت مشاو الاولين ومشاو الثانيين وانا الثالثه مرفوضه. قالوا الاول بحق انت ما محصياش، قلنا بسم الله. بقيتنا مع خواتنا المسلمين، قلنا ما كاين مشكل. وملي تهزوا دابا كلشي، اللي ما محصي واللي ما محصيش واللي عنده واللي ما عندوش، طفت غا انا ملي مشيت كنسول على راسي، قال لك حانوت. وراه لا يعقل، لا يعقل. الا تصاب هذا حانوت راه صافي، انا عيد واحد طويل عليا، انا رفض راسي الا تصاب هذا حانوت. السلام عليكم. انا تنسكن هنا في هاد البراكه ديالي، راه مش حاله ديال تنسكن فيها انا ووليداتي. دابا ملي مشيت دازو قال لك هنايا حصاو، انا ما دازوش عندي، حيت جات البراكه مخبيه، ما دازوش عندي. من بداو تيريبوا العباد الله ومشيت لعند القايد، قال لي هذاك راه حانوت ماشي سكنه، وهي سكنه. عييت ما نمشي، قال لي ما عندي ما ندير لك. وانا فين غنطر من الشارع؟ انا ولادي 7 ديال النفوس، ما عنديش فين نمشي. انا هنا فين ساكنه، انا نبقى هنا حتى يريبوا عليا، ما عنديش ما ندير، ما عندي فين نمشي لا فين والو. انا جالسه فيها والناس راهو محوانس وخداو. مشيت عند القايد، عييت ما نمشي، نجي عييت ما نمشي والو. قال لي ما عندي ما ندير لك. القايد قال لي راه ما عندي ما ندير لك، ما تحصيتيش من داز الاحصاء، ما تحصيتيش. ما دخلوش هما اصلا في الاحصاء، حصاو غير اللي برا. هنا الناس اللي ساكنين الداخل ما حصاوهمش، ما تحصاوش، حصاو غير الناس اللي كاينوا برا. ماشي حانوت دابا، تشوف وجهه فين عاطي، وتو فين مسدود بالباب، مش غيبان حانوت هذا. فاش غتبيع وتشري فيه هذا؟ ما عمري بعت فيه، ما عمري ما شريت فيه، ساكنه فيه. هما ساكنين هنا، ساكنه انا وولادي هنايا. سيد الناس هذوك نعرفهم حتى من 16 عام هما ساكنين في هذا المحل هذا، وباهم حارس ليلي كيكون بالليل، وهما كيسكنوا هنا غير العيالات وامهم والبنات، باقيين بنات. خافت عليهم، مشات كرات لهم في الديور، هي هنا قدام الشانطي قدام السوق النيت، باش ما يبقاوش بعادين عليها.
كاين الاخ ديالهم هو اللي كيكون معاهم بعض المرات هنا، فهمتي، كل الاخ راه تيكونوا ساكنين هنا كلهم، ملي ما تيكونش الاخ راه تيمشيو هما لدارهم، كيبقى الاب ديالهم والام ديالهم هنايا ساكنين والولد ديالهم. هاد الناس اسيدي راه ما تستافدوا من حتى شي حاجه، لان علاش ما هذا ما كيقول حانوت هو ماشي حانوت، لو كان حانوت غيكون عاطي وجهه لبلاصه التجاره، هذا شوف وجهه فين عاطي، عاطي وجهه للديور ومسدود باش غتاجر في هاد الحانوت، هذا حانوت هذا ماشي حاجه ديال السكنه. هاد الناس ساكنين هنا حتى من 16 عام اسيدي، وقدام ما كاين جنابهم، انت كتشوف انت يا شوف دور الكاميرا وغادي تشوف هذا محل تجاري ولا لا، لكن محل تجاري غيكون في وسط السوق، غيكون في وسط الحوانت، هذا راه ماشي حانوت، هذا راه جا وسط الديور، جا وسط السكان. السلام عليكم، هذه الوالده ديالي، حنا تنعقل على راسي انا كابره هنايا فوق 20 عام، ملي بدينا تنكبروا الاب ديالي كرا لينا الفوق، حنا سبعه ديال الخوت ولينا تنخافوا، خويا تيخاف علينا تيقيل خدام في خدمته، حنا تنخافوا تنطلعوا للدار نباتوا الفوق، ملي ما تيكونش خويا خدام حنا راه تنجيو نجلسوا هنا مجموعين، وانا تنطالب من جلاله الملك يشوف من حالنا، راه ما عندنا لا ملك لا والو، وحنا القايد راه ما عندنا معاه حتى شي حاجه، حنا مع الناس المسؤولين. القايد ما قالنا هذا حانوت ماشي محل، هو راه محل، حنا كابرين في هذا المحل والمقدم الاول عارفنا اننا ساكنين هنا، يا محميده عارفنا ساكنين هنا المقدم الاولاني يعني.